زين، فدائما خلوا في بالكم انه واحد خلي يكتم غضبه، يحاول انه يتمالك اعصابه، يعني لان اكو امور فعلا واحد لو يراجع بعدين نفسه يتندم يقول لا لا ليش هيك، ليش ما هاي ما تسوى الشغله، ما تسوى الحكايه، ما يسوى التصرف، ما ادري ايش. فلو ما اخذيها بشكل ثاني انه واحد يحاول انه هيك يمسك اعصابه، فحتشوفون هي فعلا كلها امور فعلا مال اطفال، وما تسوى انه واحد يعصب عليها، او تسوى انه واحد يقعد يتعاند وياهم وما ادري ايش. يعني يخلي عقله بعقله، ما ارجع واقول له هذا عقل طفل، واحنا عقل الكبار المفروض نكون يعني اكبر. صح احنا يعني ما نقدر، انا احكيها بصوره عامه اشوف، لان الاهالي هم يتعصبون وهذه ما يقدرون انه يوازنون، ما يقدرون يتمالكون اعصابهم، لكن يحاولون. لا احنا شلون نتغير؟ لازم انه نحاول، لازم نطلع اكثر، لازم نشوف اكثر، مو بس نشوف الغير ونقول الله شوف الغير وما ادري ايش. ما نشوف الغير يعني احنا من نقول الله عليهم واحنا ما نسوي هذا الشيء، زين خلينا نسوي احنا هذا الشيء. فخلوا دير بالكم، يعني صح هم عادي انا اقول لكم هوايه اشياء، لان هو اطفال فيتصرف بطبيعته، بعدين من يكبرون عاد يبدون يمثلون، يبدون واحد يكمش نفسه، يبدي يجامل، يبدي ما ادري ايش. يعني تشوف الاطفال ما يجاملون، الاطفال اذا هو سعيد يضحك، مو سعيد مدلغمين ما ادري ايش. احنا تكون مشاكل وهو سوى عراك وهذه ويا هالناس، نجي نشوف ناس ثانيه هاي وشلونكم ما ادري ايش، نبتسم بوجههم واحنا اصلا يعني روحنا فد مره واصله ما ادري لوين. ليش؟ لان خلاص عندنا القدره انه يعني نتمالك اعصابنا ونبدي نغير، نبدي كل شويه نغير. الاطفال ما عندهم، الاطفال عندهم بالعكس نقاء وصفاء ومشاعر حلوه غير شكل، ما يقدر ويضجوا راسا يبكون، احنا نحاول نكمش الدمعه مالتنا ونبكي بحدنا، يعني ما نخلي احد يشوف دمعتنا. عكس الطفل وين ما يكون موجود واه يبكون ويعيطون، لان بعد لسه احنا من كثر ما واحد بعدين يكبرون يكفخون بهم، فبعدين يبدي نأقلمهم انه خلاص لازم هاي المشاعر انه تروح على صفحه والاحساس يروح على صفحه ويبدون يطلعون بشكل ثاني، وهذا غلط. فاني ما اقول انه لا، هم صح يحتاج لهم تركيز ويحتاج لهم اهتمام بزياده، وواحد تكون اعصابه لازم تكون 24 ساعه انه مرتاحه حتى يقدر يتحمل، لكن طبيعي احنا الحياه تخلينا في وضع انه ما متحملين حتى نفسنا. لذلك واحد انه يحاول انه يكتم غضبه، ويحاول انه حتى ما يؤذي الأطفال هذول مساكين، يعني ما قادرين هم على أنه يردون نفس الأذية، ما قادرين يردون على نفس الكلمة. فانتبهوا هذا الشيء. وعلى فكرة هو الموضوع يطول، لأن هواية أغلاط الأهل يسووها بحق أطفالهم، وتشوفون يعني الأطفال مساكين شي يسوون. يعني شوفوا هواية أهل يقلدون على أطفالهم، مثلا يكون العيب هو بيهم بس هم يقلدون على أطفالهم، مثلا هم اسمان يقولون أطفالهم التسمان، بس على أساس شنو؟ بحجة أنه لأن أنا ما أريد مثلا ابني أو بنتي يكونون اسمان وهم مثلا اسمان، بس ما يصير. بس هاي الحكاية مثلا تأذي مشاعرهم أكثر من هي بالعكس تعطيهم طاقة إيجابية أنه يحسن نفسه. من الطفل شي يهمه هو عارف نفسه سمين ولا ضعيف، يهمه يعني هو شلونه ما لونه، قبل هو يقول هي حتقول او هو يقول على مود اللبس حلو، ما عندهم هاي الاشياء. فالاهل لكن بمنظرهم فشنو يبدون يقلدون، يحجون يعني باسلوب ما حلو، يجرحون مشاعر الاطفال، يولدون عقد عندهم بعدين يمكن من يكبرون تشوفون صار عندهم عقد مخزونه هي غير مبينه. طبعا هو الاهل يقول لك انا ايش قلت ثاني؟ وانا ما قلت شيء عادي. هاي هوايه اغلاط الاهل يوقعون بيها، هواية أشياء الأهل هم يقعون بها، مثلا يعرفون أولادهم شنو الشيء اللي يضوجون من عنده مثلا، فأولادهم من يضوجوهم هم عاد يقولوا لهم أو يسوون التصرف اللي هم أولادهم يضوجون من عنده، كأنه بعد يعني حتى يستفزوهم بزيادة. يعني أكو هواي تصرفات الأهل يسووها، يعني يكونون أطفال أكثر من أطفالهم، يعني هم عقلهم يصير أصغر من أطفالهم. يعني يقول لك والله أو أشياء هم هاي هواية مهمة انتبهوا عليها. هواية أهل يقول لك والله أنا ما كان هيجي، يعني أنا تربيتي مو هيجي، أو أنا أهلي ما سووا كذا، فيعني أسوي أجر تربية أهلي لهم، اللي هو طبعا من يحجوها تشوف الأم والأب من يحجوها هم متعقدين،
يقول لك انا اهلي هيك كانوا يسوون، وهي تقول انا اهلي هيك كانوا يسوون، يعني كارهين التصرف هذا مال اهلهم، لكن ايش قاعدين يسوون؟ ينقلوا لاولادهم، يقول لك ما انا هم سووا علي فاني هم انقل علي. ما يصير يعني، انتوا اوريدي متعقدين وعارفين، وهذا الشيء يعني ولد عندكم عقده، تجون انتوا يعني تكملون العقد، يعني شنو تورثوهم؟ ايش تورثوهم يعني؟ شيء حسن؟ فبالعكس ما بها شيء. اذا انتم مثلا كنتوا ضايجين من تصرفات معينه من اهلكم وخالين صوره مثاليه، طبقوا الصوره المثاليه اللي انتم تريدون تمشون عليها، مو تطبقون الصوره اللي مو عاجبتكم لان ما مثل ما مشت عليكم. زين اهلكم كانوا غلطانين، ما اجي انا شيء الغلط ارد اخلي يعني كانه هو شنو اني انتقام يعني من الموجودين، يعني لازم انه اكمل يعني مثل ما انا بي انا هم لازم بيهم. لا هذا غلط، لازم شويه هاي انتبهوا عليها. تركوا اهلكم. هسه انتم شنو شايفين؟ شنو شايفين الصح من الغلط؟ شنو الشيء المفروض اسوي والشيء المفروض انه ما اسوي؟ الصح من الغلط، ما ارجع لي ورا واقول ها هم، لان والله انا اهلي كانوا يقولوا لي شكو بيها وهم متعقدين من الكلمه. زين انا اهلي كانوا يتصرفون وياي وهم متعقدين من التصرف، بس اجي اسوي على اولادي اطبق عليهم غصبا ما عليهم، يعني هذا ما يصير. شويه يعني اتركوا العقد اللي انتم عشتوا بيها، اتركوا الاشياء اللي شفتوها المحلوه بحياتكم، الاشياء اللي استفزتكم في حياتكم، الاشياء يعني خلوا هذولا. اذا هذولا راحوا فانا ما اجي اطلع على هذولا المساكين، اريد اطلع العقد اللي عندي ما بيها شيء. واحد لازم يطلع العقد اللي عنده، روح على مثلكم، روحوا انتوا شوفوا منو لاكو يمكم اللي بعمركم، روحوا طلعوا عليهم، طلعوا التنمر، طلعوا العقد، طلعوا الاشياء السيئه، ما ادري ايش خطي، لكن هذولا خلوهم على صفحه، خلوهم بعيدين. يعني هذولا يعني مثل ارجع واقول هم امانه عندنا لحد عمر معين. وهاي انا طبعا حرجع انه احكي هم انه دور الاولاد اتجاه اهلهم، مو بس احنا، لا احنا دورنا، لكن بصراحه احنا دورنا كبير، اكبر يمكن من دورهم، خصوصا من هم اطفال لحد ما يكبرون، يعني مسؤوليه كبيره، مجهود كبير انه لازم واحد انه يبذله، مو لان انه خلاص انه هذول لان بس اولادي، لا هذول لان امانه عندي فلازم احافظ عليها، لازم اخليها باحسن صوره، لازم تكون لحد ما يكبرون هم انا اسوي اللي علي، انا كل شيء الزين اسوي اللي علي والباقي خلص، وسواء هم بعدين صاروا زينين ما صاروا مزينين هاي مسؤوليتهم هم، هاي ما لها علاقه. انا اربي اللي الشيء اللي انا شايفته صح، اقول الحكايات الحلوه، اعلمهم على الاشياء الزينه والباقي هو عليهم، بعد واحد ما له علاقه، يعني علما يوصلون انا مثل ما اقول الى مرحله معينه. واعتقد اذا اكو بعدهم شيء، انا هواي اكو اشياء يعني مرات اقول اوه لازم انه هم احكي بيها ويا الناس، اقول لهم كذا لان الكل يوقع بيها. يعني مثلا من الاشياء هم اللي صادفتني مثلا في حياتي اللي هسه عدة بعد هن أطفالهم بعد صغار ولسه يعني هذول ما كل بيبيز، البيبيز وسنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هذول اللي يبكون يعني الأهل يتفشنون من يطلعون مكان والأولاد يبكون وما أدري إيش، والها الأهل كل شيء يتفشنون. وهاي يعني أنا بصراحة قبل كنت أقول شنو هذول الأهل ما يسكتون أولادهم، بس بعدين من صار عندي أطفال كبت أكو أشياء ما لي علاقة بها، شوف الطفل يبكي ليش تبكون؟ ما مو عارفة، وبين ما نسكتهم وما أدري شنو، يعني هاي قبل ما يحجون. وبعدين حتى من قاموا يحجون واحد مرات ما يفتهم شنو، ما يعرف شلون يسكت الطفل لان هو غير مسيطر على مشاعره، ما يقدر يسيطر على مشاعره. فلازم احنا مو قصة نتفشل ما نتعصب عليهم، لا هو الاغلاط اللي يوقعون بها الاهل سكتوا لو يريدون يضربوهم على بودي سكتوا. اذا هو طفل ده يبكي وتجي تضربه طبعا يبكي بزياده، يعني هذا شيء طبيعي. لو يتفشلون انا اقول لكم احسن شيء واحد ياخذهم ويطلع، مثلا اذا شتوا في بيت تاخذوهم وتطلعون هذا اسلم شيء، شتوا في مكان تاخذوهم وتطلعون على الاقل شوي تهدون بيهم وترجعون او تشوفون شنو مشكلتهم شنو هاي، لان انا اقول لكم صايره بي كانوا يبكون وهاي وما اعرف شو اسوي، اشيلهم واطلع راسا وما هذه. فيعني هاي بس الاهل يتفشلون يضوجون ينزعجون من الطفل، هو المفروض ينقهرون عليه يشوفون ايش بيه، يعني هذا شنو مشكلته؟ ليش قاعد يبكي؟ ما هو قاعد الطفل من دا يبكي خو ما دا يمثل، هو يعرف يمثل؟ يعرف ينزل دمعه تمثيل؟ لا طبعا، الطفل من يبكي معناته اكو شيء حارقه، يعني اكو شيء اذاه لكنه على مستواه هو. لكن احنا الكبار المفروض عقلنا كبير، لا تفكيرنا غير شكل، ننزعج نتنرفز نتعصب، يعني كله بالمقلوبي رياكشن مالتنا احنا، ردة فعلنا كلها غلط، احنا ذاك الحياة كلها تصير غلط، ردة فعلنا على
على الأشياء ويا الكبار غلط، ردة فعلنا على الأطفال غلط، ردة فعلنا تجاه الناس غلط، كله بالمقلوبي كله غلط. لذلك الحياة تطلع غلط، لذلك نطلع مكتئبين ضايجين ما طايقين أحد ما طايقين نفسنا. هذه كلها تصير لأن كلها ما حد يراجع نفسه. أنا أرجع وأقول أنا حطلع الفيديو قبله وبعدين هذا حطلع أنه ما حد يراجع نفسه، لازم الكل يراجع نفسه. حتى في أسخف الأمور يرجع يقول ها ليش هيك صار، ليش هاي أنا غلطان، أنا ما هاي، أرد أرجع أعيد مرة ثانية، أريد أعيد مرة ثانية. إحنا بشر ونغلط سواء كانوا بقصد أو بغير قصد، لكن اللي بغير قصد أوكي هذا زين، لكن اللي بقصد هاي هنا المشكلة. هذا اللي عنده بقصد هذا راد له حل ثاني ما أعرف شنو، لكن اللي بغير قصد هذا لا، هذا هو يكون إنسان زين ويكون إنه غلطان، خليه يراجع نفسه، يرد يعيد ترتيب كل الأشياء اللي قاعد يشوفها ما عاجبته والأشياء الغلط، حتى يصرف صح أو يصرف في أولاده صح، ويا اللي متزوجيهم يصرفون صح، ويا الناس كلها يصرفون صح. أتمنى أنه إن شاء الله أنه يعني استفادتوا في الشيء، يعني إذا كان عندكم أطفال، اللي خصوصا اللي عندهم أطفال يمكن يستفادون من هذا الشيء شوية. حاولوا تهدون من نفسكم، تكتمون الغضب، وحتى إذا نرفزوكم حاولوا مثلا إذا أنتوا بالبيت ما أدري إيش شوية ابتعدوا، أطوا مجال بيناتكم لحد ما يا أما تفكرون يا أما شوية تراجعوا نفسكم، يا أما هاي حتى بعدين تردون على أولادكم، أحسن ما تصير ردة الفعل قوية وبعدين تنقهرون تقولون آه ليش هيك هذا مسكين سويت له هاي، ممكن حتى أكو بهم ما يديرون بال ما ينقهرون. لا، لازم تراجعون نفسكم حتى إذا تريدون إنه أولادكم يطلعون طبيعيين ما معقدين أو يشيلون عقدهم عليكم بعدين، ترى هم يرجع بأثر سلبي. لا عبالكم يعني، لا عبالكم إنه الأشياء سواها مو زينة بأولادكم يعني اتس أوكي، يعني يقول لك لا يلا وشنو يعني طفل ينسى وأحسن حتى يتربى أو لا. أي شيء في الحياة إلى دائما أقول تو سيناريو، أقدر أسوي بهالحالة وأقدر أسوي بهالحالة مرات بس، لكن إحنا كبشر رأسا ننطلق إحنا بمشاعرنا، ننطلق بعصبيتنا، ننطلق بشيء ونسوي وبعدين نقول لا هو لو مثلا يعني مسوين فلان تصرف أحسن، أو ساكتين، أو مثلا لو حاكين فلان حكى شوفوا نتراجع يعني. فحاول شوي تأخذوا لكم مساحة. فأرجع وأقول في أي شيء في الحياة حاولوا، كل شيء في الحياة حاولوا، ما حد يجي يغير بين يوم وليلة وما حد يتغير، حتى أنا اللي قاعدة أحاول وأنتوا اللي قاعدين تحاولون أكيد نرجع إلى بعض التصرفات، واحد يقول لا هاي ليش هيك قلت، ليش سويت، ليش هيك حكيت، ويرجع يرد يعيد مرة ثانية. هي هذا طبعنا، طبع البشر يعني، ما مو قصة التغيير، لا هو هيك واحد لازم يعني ما معقول هيك الكل يطلع كله صح ومضبوط فت بالملي وكل شيء اللي يقولوا هالكلمة يعني وازنيها، ولا ماكو واحد يقعد 24 ساعة يوزن الكلمة ويوزن التصرف ويوزن الحركة ويوزن، ماكو شيء. ولا هذا مو بشر، هذا شنو، هذا ملاك يعني، شنو هذا، ليش نكذب على نفسنا؟ لا هواية احنا كل يومية مرات احجاية ويا الأطفال، احجاية ويا أهاليتنا، احجاية ويا مدري منو، تصرف معين، تصرف نستلمه، مو لا احنا مرات نستلم الرياكشن مالتنا يكون صح أو غلط أو يعني هاي يوميا ظل. لكن أنا أرجع وأقول واحد يحاول يعيد تفكير، يعيد هذه حتى شوية يحاول يمشي الأمور صح، أو حتى لا يتعصب، لا يتنرفز، لا يكتم في نفسه، ويحكي مثلا اللي يريده بصورة تكون حلوة، يعني بصورة أنه ترضي الطرف المقابل سواء كان صغير أو كبير. وخليني أروح هسه، وإن شاء الله أشوفكم على خير وسلام.